راحنا عايشين أزمة. وسيدي تقول الله يعطيك السلامة. أنا جاكم كاملين. لا أنا عندي سؤال ديالك أنت مش ذو. كتقول لي ابتزاز ديال المقاول. شوف. أنا السؤال ديالك كانت مركزة. بغيت جواب مركز. مركزة. كنتي ساكنة بالحبس ولا لا؟ فين؟ واش كانوا فعلا أحزاب سياسية بغات تحيدك من المنصب ولا لا؟ ما عندي لا حدا باش يدير تحيي ما عندناش مشكل حنا كاع وسيدي تيقول لك ما تيكملش النظام الجماعة شوف الدورات عندنا كلهم تيمشيو 24 25 28 18 بالاجماع عمر شي جماعة عمر شي دورة عندي ما تهضرش غير باش نخبرك عمرها ما تهضرش وحدة اللي ما كملش فيها النصاب وحدة ملي بديتي 3 سنين هذه ولا عندك شي وحدة عليها ما كملتش النصاب جبدها ليا هكا كتجي للمجلس باش ما تقولش وهاد الابتزاز اللي قلتي ديال المقاول خصك تثبت لي عليه وتجيب داك المقاول شنو هادي اللي ابتزو هو ما قالش حتى باش يبني وما خلصناه ما والو كتقول لي كديتو الابتزاز للمقاول هاد الكلمه هادي خصني نطبقها معاك ماشي هو ماشي قالو ماشي قالو لا ما تقوليش قالو المقاول ما عندوش كاع حتى ريال داير فايض كاع كان حتى المحل اللي عطينا كان اسمع كان المحل اللي عطينا اللي زاد ماشي في التواصل ايوا اسي عبد الرحمن دقيقه عافاك دقيقه لا دقيقه الله يجازيك بخير انا ربطك دابا انا ربطك الاخوان عافاكم دقيقه يا عبد الرحمن عبد الرحمن دابا انا علاقتي معاك انت السي هاريس دقيقه الله يجازيك بخير عبد الرحمن صافي صافي نكملوا معاك باسي عبد الرحمن باسي عبد الرحمن قلنا لك شي عيب بغيتي نجاوب الاخوان باسي نجاوب بس شوف راوي الكفر ليس بكافر هو قال لك قالوا اسي عبد الرحمن صغر واش نديروا على الناس واش نديروا على الناس اسي عبد الرحمن باسي عبد الرحمن واش نديروا احنا على الناس وهذوك الناس السيد قال لك شوف السيد قال لك شكلتي الصوت باسي عبد الرحمن باسي عبد الرحمن باسي عبد الرحمن باسي عبد الرحمن شوف كما قال دابا قال لك السيد اولي واش غير بعدك انت راه حنا مشينا عندهم حنا والقايد ورئيس الدائره وتنظلوا نرغبوا فيهم وجاو عند الميرال وجاو للعماله وسط احنا عينا ما نرغبوا فيهم والله القسم الى هذه الاحتجاجات اللي مشات الى عندهم المواد ومساندين معاهم واش انا هذا 2253 وقتها كذبت هل وكذا ماشي كذبش راه الناس ديالنا خبلات ديك الخيسه تيمشيو والله ما والله الا عندهم المواد تيمشيو قسم بالله وما رئيس الدائره كيرغب القايد كيرغب والله ما حالو فينا والله ما حالو شي واحد والقايد راه هو جدهم يوم روحينهم من صوالت وهما غاديين معاهم كيرغبوا فيهم قالوا والله لا رجعنا راه ديك الخيسه ما تبقاش قابله حتى نهار والله ما تقدر سي عبد الرحمن تقابلها حتى نهار وتيزيد لك حتى وجهك ويخطي فيك اش الملك تقول راه هذيك جاوبتيني هادشي اللي بغيتي اشوف واشو قسم واشو هاد شوف الناس بداو من 2007 ناس عبد الرحمن 2007 ملي بناو وجينا حنا في 2016 وجيناهم حنا في 2016 وعطيناهم 2253 رخصه ديال المواد ما اعتبروهاش دابا هما ولا بدلنا ماشي ب 500 مليون المركز زوالت وغادي نلانسيو واحد هاد السيمانه ان شاء الله الجايه 300 مليون باش نهيو مركز زوالت من الضوء غير باش نتجنبوا هادشي ما تقريبا مليار 800 مليون بلا 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 الدعم ديال الكهرباء تتقول لي راك ما تدير ما عينا معاهم دابا شي 100 مليون اللي غنعطيهم لك الزوالت غير باش نحدوا عين هادشي اما حتى اما الماء راه 100% قال لهم واحد طريف عين العشاء ويكملوه واجي معايا ندير معاك واحد الدوره وانت هذيك دخيسه كامله الا لقيتي غير ما فيهاش الماء لا القليل القليل وما تيسمعوش وتيعرضوهم الناس علينا سي عبد الرحمن وما تقدرش تقابل ديك المجموعه والله ما تقدرش تقابلها حتى ساعه تعرضوا لهم الناس وما حشوش منهم قال لهم من 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 الزوات وهما تيرغبوا فيهم ولا بغاو يوليو